التاريخ بمزيدة سلمية تكلفت باسترجاع أقاليمها الجنوبية. المسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز في مسار استكمال المهندسية الترابية، إنها مسيرة متجددة ومتواصلة بالعمل على تصدير مغربية الصحراء على الصعيد الدولي وجعلها قادرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقومي. وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة على عدة مستويات. في الغرفة الأولى عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم تنطنا بإمعان الخطاب صاحب الجلالة نصره الله اللي هو في الذكرى 45 المسيرة الخضراء، وكيتبين من خلال هذا الخطاب هذا بأن المغرب الحمد لله المكانة ديالو قوية في المجتمع الدولي من خلال تتمين التقرير الأخير للأمم المتحدة اللي 85% ديال هاد الدول كتعترف بالحكم التاسي اللي هو مقترح ديال المغرب، وكذلك من خلال ابرام اتفاقيات الصيد البحري والفلاحه اللي كنقوموا بها مع الاتحاد الاوروبي. وحنا فخورين بالجاليه ديالنا، الجاليه المغربيه اللي كتواجد في دول المعمور واللي عندهم واحد الدور مهم دبلوماسي، واللي تيساعدونا باش نكون عندنا واحد الرؤيه واضحه على السياسات المعتمده داخل الدول الاوروبيه ودول الاقامه، باش نعرفوا توجه الصائب وصاحب الجلالة في هذا الإطار، تيبين بأن المغاربة بأنه كاين اطمئنان من حيث السياسة الدبلوماسية وكذلك السياسة الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمنا الصحراوية تتحظى بواحد الاهتمام كبير من خلال الحدود البحرية اللي هي رسمناها، وكذلك من خلال تنمية الصيد البحري وبعض الأنشطة الاقتصادية اللي كتمشي لصالح المواطنين المغاربه اللي موجودين في جنوب المغرب. وكل المبادرات التي تقوم بها بعض المرتزقه في القرقارات هذيك مبادرات بائسه، والحمد لله الله راه كينصرنا عليهم، وكاين تقارير كتمشي للامم المتحده من خلال مينورسو، وكيبان بان المغرب كان دائما مسالم وكان دائما يمشي بخطى ثابته في لمصلحه الشعوب. وهنا تبين بان شكون هو الطرف اللي كيقوم بشعل هذه الحرائق هذه، واللي بين بانه خفق في هذا العمل ديالو. الحمد لله احنا اليوم على الطريق الصحيح ان شاء الله.